بسم الله الرحمن الرحيم. المجموعة الثالثة هذه اللي كانت تضم العشاش والرباح والصحن الأول والأصنام، وين تساوت الثلاثة فرق من الأصنام الرباح والصحن الأول في النقاط، في الأهداف، في النسبة العامة، في النسبة الخاصة، معناها ارتعينا لطريقة اللعب النظيف. اللعب النظيف وين لقينا الصحن الاول عندها 5 نقاط مجموع المقابلات كامل، الصحن الاصنام عندها 9 اندارات، والرباح عندها 5 اندارات زائد بطاقه حمراء. وين احنا في ارتانا القانون الدولي اجتهدنا بالقانون الدولي ان اللعب النظيف واحتساب البطاقه الحمراء هو الفصل. اذا ان الرباح عندها بطاقه حمراء، هذا انذار للاعب محمد خضير، هز انذار وزاد هز انذار واشهر في وجهه البطاقه الحمراء. هنا في الحاله هذه وين القانون شو يقول؟ تساوي 3 انذارات حتى يجينا احتجاج مع جماعه الرباح انه يقولوا من زوز انذارات. قلت لهم لا، معناها القانون يقول 3 انذارات قبل ما نحسبوا اي حاجه. نعم، حسبت ودرت الكلاسمون تاعي قبل ما نشهر الكلاسمون قبل سما، ارتأت اللجنة المنظمة أن تجيب نسات خبراء في الميدان اللي يتمثل فيه الشيخ عبد الوهاب الصحراوي الكاتب العام المعروف في على حسب الجهة كامل، الشيخ القدير اللي مدرب الكوفة العيد عبيد، وهشام حوامدي اللي الشاب الطموح الواعد والمجتهد في هذا الميدان. اعطيتهم الشيء اللي كاين، اجتنبوا وحدهم، خرجت عليهم، داروا البرامج نتاع الشيء اللي معمول به قانونا، ان نقول لهم واش عايديروا واش عايديروا. نعم، قلت لهم الشيء اللي يديروه انا درت وانتم ديروا. نعم، ونشوفوا روحنا اسكر انا قد ولا نسموه باهي. بعد عيطوا لي، رحت لهم قالوا لي محمد اعطينا فريق ا وفريق ب وفريق سي. الا ما تقولناش عليه شو اسمه، الب ما تقولناش على اسمه، السي ما تقولناش على اسمه. اعطينا 5 نقاط، قلت لهم 5 نقاط الا واني احتفظ بالاسم تاعه، البي اعطيتهم سموه النقاط نتاع الانذارات نتاعهم، والسي اعطيتهم للرباح بلي عندها 5 بطاقات صفراء زائد بطاقه حمراء. نعم، بطاقه حمراء تتمثل في اشهار ورقتين صفراوين بطاقه حمراء. نعم، بعد ما حاوزت كل شيء لقوا النتائج هي اللي درتها في السماء، وعطيتهم النتائج وقلت لهم هاي النتائج اللي درتها. قالوا لي يعطيك الصحه وبارك الله فيك، الشيء راك اجتهدت والاجتهاد تاعك كان صائب. اذا صعود كل من؟ صعود كل من الصحن الاول في المرتبه الاولى والرباح في المرتبه الثانيه. يعني خروج الاصنام والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم خويا كمال، والله حقت الامر الفصل كما نقولوا روح مباشره في الموضوع. الفصل كان على حسب اللوائح الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، منظمة الاتحاد هما جماعة لجنة التنظيم اجتهدوا داروا قانون أساسي قبل ما تبدأ البطولة. وقت عندنا الناس كامل جينا في قضية المجموعة هذه، تبعنا نقول سيكو في كلش، لأن الحالات احنا كنا باش نروحوا للارتيكل 69 اللي ينظم الكلاسمون الحوايج هذه في البطولة العادية مش في تورنوا. احنا لقينا باللي تورنوا معناها ما تحسبش باللي بوان، تحسب كيما نقولوا بالنقاط. رحنا ارتأينا الى اخر قبل الاخير، الاختيار اللي قبل الاخير اللي هو الانذارات واللعب النظيف. حكم الاخير جول فيراج القرعه، اللعب النظيف والاثناء حسبنا احنا لي كارتون على اساس ان البطاقه الصفراء تعتبر نقطه، والبطاقه الحمراء اللي راهي كيما نقولوا منسوبه على انذارين، يعني دو كارتون ماهيش مباشره، بطاقه ماهيش مباشره تعتبر 3، والبطاقه الحمراء المباشره تعتبر 4. في الحالة هذه حسبنا حصلنا انه فريق الصحن الاول عنده 5 بطاقات صفراء يعتبر في المرتبة الأولى، فريق اتحاد الرباح حصل على 8 بطاقات يعتبر في المرتبة الثانية، وفريق اتحاد الأصنام حاصل على 9 نقاط يعتبر على 9 بطاقات يعتبر في المرتبة الأخيرة. ومفروض وان شاء الله انا رانا ما ظلمنا حتى انسان، احنا انا استنجدوا بيا الحقيقه كلموني اللجنه. من كان فيها اللجنه؟ اللجنه كان فيها الشيخ العيد عبيد والمتحدث حوامدي هشام والشيخ وهاب صحراوي ورئيس لجنه التنظيم سي محمد الشاطر، معناها ناس تعرف القانون وقامات في الشيء. احنا اصلا في البطوله نتاعنا خويا كمال نخدموا به القانون هذا، احنا رحنا للارتيكل 69. نعم، بحكم انها دوره وتنوى وهذه سبيكتاكل وناس جايه ما حبيناش نعمقوا ياسر، درنا الاختيارات وصلنا للفصل قبل الاخير لقينا انذارات ولعب النظيف.
لان الانذارات واللعب النظيف هي اللي حسمت الترتيب. نعاود لك ترتيب الصحن الاول بالمرتبه الاولى اتحاد الرباح، ثانيا واتحاد الاصنام، ثالثا واللي دار الفارق هو بطاقه حمراء. البطاقه الحمراء اكتسبت ثلاث نقاط، هي اللي دارت الفارق بين لي بوا. خويا محمد ان شاء الله وضحنا للساده المشاهدين، بارك الله فيك. شكرا استاذ هشام.